بصحة يعني. أسامة أجي لك يعني السنة دي غير السنة اللي فاتت، السنة دي كنا محتاجين نكسب عشان نأكد إن إحنا أبطال عن جد مش صدفة، وده كان أكتر ما يقرب كابتن وليد، بس ده كان قصاده ضغوط. تعاملتوا مع الضغوط إزاي دي؟ إن أنتوا تقدروا تثبتوا ده بدون شد عصبي، ما أنت ممكن تبقى قلقان تخسر. تعاملتوا مع ده إزاي؟ بص، على أول السنة دي كانت مختلفة، لأن أنت السنة اللي فاتت كسبت، وإحنا كنا لسه بنبني فرقة، في شباب صغار كتير، إحنا معدل الأعمار عندنا أنت عارف يعني صغير جدا. فالسنه دي كانت مختلفه، احنا ماشيين بسيستم، يعني سيستم كان هو بتاع السنه اللي فاتت، مفيش تغيرات كتيره، نفس الناس نفس كل حاجه، فالسيستم ده ساعدنا السنه دي ان احنا نقدر نتعامل مع الضغوط دي. يعني الضغوط كانت بالنسبه لنا عادي، اللي هو خلاص احنا اصلا متعودين. لعبنا 3 بطولات، المده كانت طويله قوي سنه، ومع الحياه كمان الدنيا بتبقى صعبه ان احنا نقدر ونيجي، والشغل والدراسه واللي عنده واللي عنده، وكان في اصابات يعني الترابيزه كلها بايظه الحمد لله. بعد الشر جمهور في الرئه، حادثه عربيه على طريق العالمين وعينيه مركزه، لا ده خدتوا عين غير طبيعيه يا جماعه. بس هو اللي بيميز الفرقه دي على فكره ان احنا كلنا ايد واحده، يعني احنا كلنا اخوات. يعني زي ما حضرتك سالت احمد شريف انت ايه اللي ممكن ما يخليكش تمشي من النادي او كده، اللعب عندنا مختلفه شويه، ان احنا يعني هنا خلينا 4 كده نعرف بعض مثلا بقالنا 13 سنه. الله اكبر. فاحنا متربيين مع بعض، احنا اصلا حتى احنا يمكن ده اللي بيميزنا عن الفرق الثانيه، ان احنا بنخرج مع بعض، بنسافر مع بعض، بنعمل كل حاجه، فاحنا عيله. احنا عيله. ايوه عيله. يعني حاجه نفكر فيها الملعب. بالظبط. بس احنا عندنا علاقات اقوى كتير من الملعب. وبنساعد بعض، يعني طبعا احنا بنساعد بعض، خلي بالك لو حد مثلا في يوم مثلا مستواه مش كويس، حد بيساعد الثاني، بيكلمه ويقول له ده محتاجين نتمرن، بنلم الناس الصغيره، الشباب الصغير، فهي الفرقه كلها. احنا الاربعه برضو اكتر شويه، بس احنا داخلين على الهوا مع بعض، مختارين بعض صح؟ انا جاي صوت زي الفل عشان سامع ناجي، عشان بعد كده ما تصدقش بقى بعد كده بس. فلا يعني كله فعلا ايد واحده، فعلا عيله، يعني زي ما اقول لك كده احنا عيله واحده، فعشان كده الموضوع حتى الدنيا لذيذه. الدنيا في التمرين انت قلت لي حاجه حلوه جدا قبل الفقره، ان انت كنت مع مازن في المستشفى. احكي لي طب اللي حصل ده. الموضوع ده لا احكي لي بقى عشان نبين الروح، لان انا هروح لحته تانية بس بعد ما تحكي القصه. انا اليوم ده بالصدفه، يعني انا كنت وانا ما غبتش ولا يوم من التمرين اليوم ده، ما اعرفش تقريبا كان عندي حاجه، كان عندي ظروف فما رحتش، فبكلم مازن اللي هو على الساعه 11 عشان هو كان تعبان بقاله حبه. 11 بالليل ولا الصبح؟ 11 بالليل. بالليل. حلو. هو كان تعبان بقاله فتره، فانا كان اللي هو كان تعبان كان صدره وجعه، فاكرين عنده برد وبتاع، بياخد ادويه وكده، فقلنا يعني دور برد ومريح وابتدى بس عليه كل شويه. بالظبط. فاحنا فاكرين ان هو حاجه عاديه، فروحنا فبكلمه بالصدفه بقول له يا مازن انت فين؟ قال لي في المستشفى. قلت له طب استنى انا انزل لك. كان المستشفى بعيد عن البيت ولا لا؟ لا قريب من البيت. طب حلو، يعني انت ما خدتش وقت اول مره. بالظبط. رحت على طول. المهم لقيت مازن قلب الدنيا في المستشفى. هو دلوقتي باين ان هو كيوت ولذيذ. طب قلب الدنيا كان بيعمل ايه مثلا؟ لا طبعا مقلب الدنيا عايز يمشي. هم بيقولوا هم كده الوتر بول، اول ما يفكروا في التكسير والضرب. فهو عايز خناقات صح كده. ربنا يمشي في المستشفى. فانا رايح انا شايفه عادي، فعمال اقول للناس بتوع المستشفى طب يا جماعه مشوه عادي، يجي الصبح عادي، مفيش حاجه زي الفل. فكلمت مامته، هي دي كانت مامته دكتوره، فبكلم مامته فقالت لي هو مازن هو مش عارف هو عايز ايه. مامته طبعا بقى منهاره، كانت مسافره، فبتقول لي هو مازن هو مش عارف هو عنده ايه، هو لازم يقعد معاه وبيته في المستشفى. فانا مامته بتقول لي كده، فانا سمعت المكالمه دي اتخضيت بقى، قعدت بقى مازن واحده واحده واجيبها له بقى من يمين شمال، ايه يا مازن ايه، وهبات معاك وبتاع، فاهم ايه؟ صدمه. اقنعناه، طلع بقى ان ايه الرئه انفجرت، فالموضوع طلع كبير، وان الرئه دي مش عارف لو اتحركت سنه مازن لا قدر الله يتوفى. استرها معاك يا رب. طب ربنا رجعك كتب لك عمر جديد. طيب الحمد. انت النهارده لما انت كصاحبه، هل لما عرفت الحاله هو كان عارفها ولا انت اللي عرفت بس هو ما كانش عارف حاجه؟ لا هو احنا يعني مش بص احنا مش فاهمين، يعني برضه احنا مش دكاتره فمش فاهمين قوي، فهو كان احنا ما كناش فاهمين حاجه بصراحه، كنا فاكرين ان هو حاجه عاديه والمستشفى يعني زي ايه بتأفور شويه يعني او كده. طب عمل عمليه تاني يوم على طول؟ تاني يوم كان قاعد في عمليات، وقعد حبه، قعد فتره اصلا كنا بنروح نبات معاه كل يوم، قعد تقريبا شهر في المستشفى او اكتر. هو ما لعبش معانا الدور الاول اصلا، عشان كان لسه، عشان بقول لك الدور الاول كان عندنا حادثه وجواز، وكان في خلع كتف وجواز، كانت الدنيا كانت الفرقه كانت فاضيه يعني، القنبله اتضربت في الفرقه يعني. بس يا لا اللي كان موجود بصراحه يعني فاهم، برضو عشان احنا تقريبا 20 واحد، ال 20 كلهم زي بعض. طب قبل ما اروح لفؤاد ومازن النهارده، ساعات لما بيكون في المركز اكتر من لاعب، خليني اتكلم معاك بكل امانه، بتعمل منافسه طبعا، وده طبيعي طبعا. المنافسه دي ممكن توديك لحته ان انت يبقى فيه منافسه وغيره، هل ده موجود في فرقتنا خالص؟ يعني
ممكن في بعض المراكز الاستاذ مش عارف تقول بس لا المركز بتاعي لا وفي غيرها حميده بس في غيره غير انا وفؤاد وعبد الرحمن هارون هو الثالث وما جاش النهارده وجاي معانا المره اللي فاتت مؤخرين لا يعني احنا اخوات يعني وبعدين احنا اصلا يعني مش عارف اقول لك ان احنا بنتنافس مين ينزل يعني هو مين ينزل يعني برضو المكان اللي احنا فيه برضو متعب حلو متعب يا ابني انت النهارده الطلعه دي بتاعتك بالظبط اه كان متعب ففي بنك روح حلوه طبعا خلي بالك دي لو مش موجوده مع السكواد ده تبقى مفيش حد قادر يسيطر على السكواد ده صح. اسمع مني لما عندك فرقتين زي ما الكباتن قالوا وما تقدرش يبقى الروح دي موجوده لو مين لو 10 زي كابتن وليد والله ومع احترامنا ليه طبعا بس لو النفوس كانت في بعض هيبقى لازم السكواد يقلل هو ده بقى دور الناس الكبير انتوا مسهلين الدنيا صح. ككبار وكصغارين